امينيم واحد من اكبر الروابط واشهرهم في العالم، الرابر الذي يهابه الجميع، وحتى واحد ما كيبغي يدخل في بيف معاه حيت غالبا غادي يخرج خاسر. المهم القصه ديال هادشي بدات السيمانه الفايته فاش امينيم غادي ينزل واحد سكرين شوت ديال واحد المحادثه مع كاع لي كونتاكت ديالو في التليفون، واللي كيقول فيها فور ماي لاست تريك، بمعنى ولي خدعتي الاخيره. هاد المقوله واللي كيقولوها كاع لي ماجيسيان فاش كيقربوا يساليو الشو ديالهم، وكتبقى لهم الخدعه الاخيره واللي هي اللي كتكون احسن وحده فيهم كاملين. وهادشي بطبيعه الحال هو اللي بغى يوصل لنا امينيم، وهو ان داكشي اللي جاي غيكون هو اخر حاجه واحسن حاجه غادي يحطها. ومن موراها باسبوع او ثاني غادي ينزل ريل ابل فيديو مع ديفيد بلين، ساحر امريكي واللي كيمارس الخدع السحريه. في هذا الريل امينيم غادي يسول ديفيد وغادي يقول ليه How far can we go with this magic? How far can we go with this magic? بمعنى الى اي مدى ممكن نستعملوا السحر، بمعنى عاوتاني واش ممكن نديروا شي حاجه خارقه للعاده. ديفيد غادي يقول ليه واش بحال هادي. من موراها غادي يمشي يهز كاس عامر بالشراب، غادي يشربو وغادي يهرسو بسنانه وغادي يبدا ياكل داك الزاج. امينيم غادي يشوف هادشي وغادي يقول اند فور ماي لاست تريك ام غانا ميك ماي كارير ديسابير، بمعنى ولخدعتي الاخيره ساجعل مسيرتي تختفي. ومن بعدها غادي تطلع السميه ديال التراك اللي غادي يخرج بالاسم ديال هوديني. هوديني هو ساحر وممثل هنغاري قديم، تزاد في 1894 ومات في 1926، واللي كان كيتقن مهارة فتح الزنازين وخدع الهروب من قيد السلاسل، وكان كيدعي على انه قادر على الاختفاء من الوجود. ومثل فيلم رجل من ما وراء في عام 1922 واللي جسد فيه شخصية رجل يعود للحياة بعد 100 سنة من التجمد تحت الجليد. المهم حاولوا تربطوا هادشي كامل اللي قلت لكم بهادشي اللي طاري ديال امينيم، وندوزوا دابا التراك واللي هو سينجل من الالبوم الجاي ديال امينيم. المهم فاش نزل هوديني دار البلبانه، لان حتى واحد ما كان متوقع هادشي. امينيم طربنا بواحد الليريكس وبواحد الفلو ديال الالفينات، عرفتي بحال صاوب لينا موسيقى ديال يامات سليم شيدي بالمقومات ديال امينيم ديال دابا. والصراحه بزاف قالوا بلي هاد الديسك هو احسن ديسك نزل امينيم من 2017. وكذلك في هاد الكليب وفي هاد التراك امينيم رجع النسخه اللي كان كلشي باغيها ترجع، وهي النسخه ديال سليم شيدي واللي كيرابي راب مخلط بشويه الكوميديا وفي نفس الوقت فيه ليريكس قاصحين. المهم امينيم سيدي في هاد التراك خرج لكل شيء من جنب، كلاشا شي روابا، جبد شي دواسه ودق على شي وحدين، واللي كان حتى واحد ما كان متوقع باللي امينيم غادي يجبدهم شي نهار. وقبل ما نشرحوا الليريكس اجي ندويو على الفيديو كليب واللي كان عامر بالشخصيات الشهيره والمستوحات من الابطال الخارقين، واللي كان تكمله للفيديو كليب ديال ويزاوت مي. بالاضافه الى ذلك تيبان في الفيديو كليب العديد من النجوم بحال داكتر دري، 50 سنوب دوغ والمزيد، بالاضافه للنسخه من امينيم نفسه في عام 2002 واللي كيبان في الكليب انه جاء من بوابه زمنيه ليحدث الفوضى ويتحد مع امينيم جديد للسيطره على العالم. وندوزو دابا للليريكس واللي الصراحه غادي نهايلايتيو غير احسن سطوره ونشرحوا الكلاشات باش كلشي يفهم ويعرف شنو طاري بالضبط. كيف ما قلت لكم فامينيم قال بلي غادي يجعل الكاريير ديالو تختفي قبل ما تنزل الاغنيه، الا وانه الاغنيه فاش نزلات بان بلي عندها توجه اخر وهو الاستفزازات والتحدي اللي تحدى به امينيم كاع المنتقدين ديالو. المهم ديسك برودوسد باي امينيم ولويس تريستو واللي حائز على اوسكار وخدم مع بزاف ديال الروابط بحال جيزي توباك 50 سنت ليل وين. المهم هاد الاغنيه تبنات على مزيج من اغنيه ابرا كادابرا ديال ستيف ميلر باند واللي كانت خرجت في 1982. طبعا هذه خطوه واعره ومزيكيه من امينيم والبرودوسر ديالو، لانه باش تسامبلي داك الديسك في ديسك 2024 فريمو فكره ذكيه. وكذلك بغيت نقول لكم بلي هوديني هي الاغنيه الرئيسيه ديال الالبوم الجديد واللي غادي ينزل امينيم واللي سميتو ذا ديث اوف سليم شيدي، الموت ديال سليم شيدي. كيف ما عارفين فسليم شيدي هي الشخصيه الثانيه ديال امينيم واللي كترابي كيف ما قلت لكم بطريقه هزليه وكتستفز الجميع وكتقول لكاع الفنانه انا هو اللي كاين تفرقوا. وقبل ما نكمل الفيديو الخوت بغيت
بغيت غير نبارطاجي معكم واحد التراك ديال واحد الرابر امريكي واللي نزل واحد الريميكس ديال واحد التراك ديال مايكل جاكسون. فريمو تراك واعر داكشي نقي فهمتيني مركن. غنخلي لكم اللين في الديسكريبشن، دخلوا تفرجوا فيه، ديروا ليه لايك، ديروا ليه ابوني، كتبوا ليه في الكومونتيرات الباترون، المهم بلبلوا عنده ديال بصح وصافي الخوت. في البدايه ديال الكليب امينيم غادي يبان انه ناعس في واحد القصر، وشويه غادي تبان بوابه زمنيه واللي غادي يخرج منها امينيم القديم ديال الالفينات، ومن بعدها غادي يبانوا كاع الايقونات ديال الراب الامريكي كيقولوا الكلمه الشهيره جاس ووز باك، اي خمنوا من عاد. وفي البداية امينيم غادي يشير انه عاد الى وضع سليم شيدي القديم والموسيع، ومن بعدها غادي يعاود يقول بارز من اغنيته الشهيرة Without Me واللي خرجت في 2002. ولهذا كنقول لكم بلي امينيم رجع لينا الشخصيه القديمه في هالتراك. وقبل ما يبدا امينيم يرابي غادي نسمعوا بول روزنبرغ اللي هو المانجر ديال امينيم، واللي غادي يقول ليه في التليفون بلي سمعت الالبوم اللي غتحط، كمل في هادشي راك غير بوحدك. وراه في كل البوم ديال امينيم سكيت ديالو كيقول فيه بول هاد الهضره، لانه ديما كيقول امينيم راك كتخرج على السيطره وكينصحو باش يبدل المحتوى ديال الالبوم، ولكن امينيم ما كيبغيش وكيمثلو ديما على ان بول كيتخلى على امينيم في سكيت ديال كل ألبوم. ومن بعد غادي يدخل امينيم وغادي تبان مراق ولدات شيطان وغادي يقول شوفوا شنو جاب اللقلاق، دري صغير من نسل الشيطان وعنده قرون. وهذا المثال كاين في الثقافه الغربيه واللي كيفسروا به الاحلام اللي عندهم علاقه بولاده الاطفال. فمثلا شي مراه حلمات بلقلاق جاب لها دري صغير، فهذا الشيء كيعني انها غتولد. وهنا امينيم كيدوي على راسه، اي انه تزاد من جديد بصفت شيطان. وكاين واحد الريفيرونس من واحد التراك اللي قال فيها انا لا اهتم، الله صيفطني لبرزة العالم. وهنا كيقصد الجانب الهزلي من شخصيه امينيم واللي ديما كتعبر كيف ما بغات وديما كتكون ضد الموجه وكتقول الحقيقه. طبعا الشيطان ما كيقولش الحقيقه، ولكن فعلا المعنى ديال هاد البونش هي انه امينيم تيجي برزت كلشي كما الشيطان تيبرزت البشريه. المهم كملوا، اول فيرس ديال امينيم غادي يتكلم فيها بشكل اساسي على كيفاش انه هو خغبر فراه باقي هو افضل واحد في الجيم. وحده من احسن البارز اللي حط امينيم في التراك وهي اللي قال فيها انا هو الكهربائي وكاع الروابا الاخرين لايت وورك، وهذه واحد الميتافور اللي فريمو واعره بجد. دابا امينيم قال انا هو الالكتريسيان في الجيم، وكيف ما كنعرفوا فالضو هو اللي داير عليه هادشي كامل، دونك قال زعما انا هو مول الضو ودوك اللي بقاو كاملين لايت وورك. دابا راه ترجمنا هذه الكلمه ديال لايت وورك ترجمه حرفيه فراه كتعني عمليه الشغل بالكهرباء، ولكن الترجمه الحقيقيه ديالها يعني المعنى الحقيقي ديالها هو انكم نتوما ماشي شي حاجه. يعني هاد لايت وورك تنقولوها مثلا فاش يسولنا شي واحد على شي خدمه وسهله ولا صعيبه تنقولوا له لايت وورك، يعني بين وبين ماشي شي حاجه فهمتيني. المهم تيبان لي غنبقى ندير لكم الدروس ديال الانجليزيه الاخوان. المهم الا بغيتوا الدروس كتبوا لي في الديسكريبشن، انا براسي خاصني الدروس. المهم ثاني بونش واللي فعلا عجبتني، وهاد السيد نهار على نهار كيصدمنا بالميتافور ديالو، وهي فاش جبد القضيه اللي طرات ما بين ميغان وتوري. في 2020 كيف ما كنعرفوا ميغان اتهمت توري باللي كان معاها وجبد فردي وبقى كيتيري ليها في رجليها وكيقول لها يلا شطحي. وهنا ميغان كانت دعات توري وربحات القضيه وتحكم توري لانز ب 10 سنين ديال السجن. وفي هذا البونش امينيم كيقول باللي واش حتى انا لا بغيت ندير كولاب مع ميغان خاصني نتيري ليها في رجليها، وهذا هو الشيء اللي قصد امينيم بهذا البونش. هو قال يعني ود اي ريلي هاف ا شوت ات ا فيت، يعني زعما نقدر نلوح شي كوبلي في هذا الفيت ديالي، ولكن لا ترجمناها زعما بلا ما لا سمعناه يعني بودنينا بلا ما نقراو الليريكس راه هذا هو المعنى. الا بغيت ندير فيتشرينغ مع ميغان واش خاصني ندير لها فرجليها، ولكن الا ترجمنا ترجمه هزليه وربطناها بداك الشيء اللي تيعطينا امينيم كيبين بلي امينيم غيجي يتمرقن بميغان، لانه الجميع عارف بان ميغان هي اللي ظلمات توري وراه ما تيلافها ما والو، وهذا الشيء كامل موراه شركه ليبل ديال جيزي واللي هي روك نيشن، حيت توري ما بغاش يسني معاهم وميغان ديجا ثانيه معاهم وداروا له هذا القالب باش يصيفطوه للحبس انتقاما منه. اما في الكوبلي الثانيه فامينيم غادي يدوي على المعاناه ديالو مع المخدرات والكحول وكيفاش باقي قاطعهم لحد الان من 2008. Some codeine as a way of coping, taste of opiate.
وغادي يقول انه ولا شي نهار دعم شي قضيه عن طريق الموسيقى ديالو، فهذه كتسمى حريه التعبير. وهنا كيوجه رساله واضحه للمتبنين لثقافه الكانسل كالتشر، واللي هي واحد الموجه امريكيه كيتبناها بعض الشعب الامريكي، وهي ان الفنان او الشخصيه اللي ما كتمشيش معاهم في الهيد ديالهم كيلغيو المتابعه ديالو وما كيبقاوش يسبورطيوه. وهذا المنهج كتاخذو جميع الشركات الامريكيه مع الفنانين. فمثلا فاش خرج كاني ويست انتقد اليهود، الشعب الامريكي كامل طبق عليه الكانسل كالتشر وجميع الشركات لغات العقود ديالها معاه. وندوزو لهاد السطر واللي كلاشا فيه امينيم الرابر الشهير ار كيلي. هاد خونا واللي عنده ماضي كبير مع الاعتداءات الجنسيه، وكان سابقا في 2002 اتهم بانه تبول على بنت في عمرها 14 سنه، وبقى هاد خونا مجرجر في هاد القضيه حتى 2008، وفي الاخير غادي يخرج براءه. وامينيم في هاد السطر قال: انا ناعس في الكوب وطالق الفرقه الموسيقيه المفضله الار كيلي، وهاد الفرقه الاسم ديالها في الحقيقه هو بلاك هيد بيس، ولكن شدها شقلبها وردها بلاك جاي بيس، بمعنى رجل اسود يتبول. بين قوسين هاد لي بونش انا عارفهم صعاب وصعيب يترجموا للعربيه، فلذلك كنحاول نترجم لكم ما امكن باش تفهموا البلان، ولكن الناس اللي كيفهموا السلانغ ديال الامريكان وكذا راه عارفين المعنى ديال هاد الشيء وغيفهموا علاش كنهضر. ومن بعد امينيم غادي يعاود يكلاشي اصحاب الكانسل كالتشر، وغادي يقول لهم اوكي بغيتو تكانسلوني كانسلوني، ما كاينش مشكل، اللعنه عليكم واللعنه على كل شيء واللعنه على مدير اعمالي وعلى صحابي وعلى ولادي، انا ما كنتسوق لتا واحد وما كاين حتى حاجه في هذا العالم تقدر تحبسني. اما في الفيرس الثالثه امينيم غادي ينتقد مجتمع المتحولين جنسيا، وغادي ينعتهم بالمتناقضين عن طريق وصف متحول جنسي تيدير فيها اسود البشره والتصرفات ديالو بحال شي شينوي. وهذا انتقاد لهذوك الناس اللي كيحاولوا يغيروا داكشي اللي تزادوا به وكيحاولوا يغيروا الفطره اللي تخلقوا بها. وغير باش نكونوا واضحين، راه امينيم معروف بالانتقاد ديالو لهذوك الناس من البدايات ديالو وعنده تاريخ معاهم. والمعنى الحقيقي ديال هاد البونش مثلا فاش كينوض شي دري كيولي بنت، فراه كيبقى عنده الصوت ديال البنت، فلذلك باش يقول له كيفاش انت اسود والتصرفات ديالك بحال شي شخص سينوي يعني، فهمتي. وايضا قال في واحد السطر كان تسائل على امينيم القديم شنو غيقول لا شاف شنو واقع دابا، غالبا غادي يقول باللي everything is gay، يعني كل شيء ولا شاد. هذا السطر واضح وموجه للسياسه الجديده اللي كتحاول تبناها امريكا في اطار الحريات الفرديه. المهم هاد التراك خلى واحد لامبرسيون كبيره وسط الراب الامريكي، فكيف ما قلت لكم حتى واحد ما كان متوقع باللي امينيم ممكن يرجع الشخصيه ديال سليم شيدي من جديد. وهذا الشيء اللي خلى الجميع كيتسائل على واش الالبوم كامل غادي يخرج هكا ولا شنو البلان، لانه على مشى حتى خرج الالبوم كامل بهذا الستيل فثقوا بيا غادي ترون من جديد في الراب الامريكي، وامينيم غادي يرجع للعرش ديالو وما كاين لا كيندريك لا دريك. المهم لا تجي كول، راكم عارفين شنو هو البلان. ولكن بلاتي بين قوسين، راه ديجا درت وثائقي على البيف اللي ما بين كيندريك ودريك وشرحت كل شيء من البدايه حتى للنهايه، راه فيه شي 35 دقيقه، اللي مازال ما تفرج فيه يمشي يتفرج فيه. والمهم الاخوان هادو كانوا هما احسن لي بونش اللي جاوني انا، كاين في التراك كانوا بزاف ديال السطوره، ولكن هاد السطوره هما اللي الصراحه تيكلاشي فيهم بنادم، واللي الصراحه لي ميتافور ديالهم واعرين، فلذلك بغيت نبارطاجيهم معاكم وفي نفس الوقت نشرح لكم التراك ونشرح لكم امينيم الجديد، يعني ذا نيو امينيم اللي غادي يكون من هنا لقدام كيف ما كيقول هو. المهم الخوت وصلنا لنهاية الفيديو، لا عجبك الفيديو هبط دابا دير لي واحد لايك، اللي كنتي اول مره كتشوفني هبط دابا دير لي واحد سبسكرايب، وكتب لي شي كومونتير زوين ولا شي حاجه زوينه. وايضا الخوت راه مده هادي وحنا لاصقين في 850 الف ابوني ولا ما عرفتش شحال، دونك كنتمنى نوصلوا لمليون ابوني. يعني عندك شي خوك صغير اختك صغيره عمك جدك خالك عنده تليفون، دخل كتب الباترون في يوتيوب ودير ابوني. المهم بغينا نوصلوا لمليون في اقرب وقت، راكم عارفين شنو هو البلان. كان معكم الباترون، بيس.